النهارده اخر الشهر. لا يا باشا احنا في اولنا. امال الناس مالها ضرب ابوس كده ليه؟ الناس شايله كتير يا باشا، حملها تقيل قوي. على رايك. قال ايه اتخانقوا بالليل وبصلاته اتعور. زمان اخبر وايام زي قرون الخروب. بقال لي امجي الرجاله لما تتهور تقتل. خيبة بعد عنك، ما لو كان قادر يعمل حاجه تانيه ما كانش قتل. قلبك ابيض يا مدلال، لا بقينا نشوف راجل يتهور ولا ست تتدلع. تصدقي بالله انا اللي ليله امبارح كنت هتهور، دلع واتدلعت له كوتشينه ولعبته، وكل شوية اقول الواد يقش الواد يقش ولا فيه فايدة. اخرتها حطيت همي في الغسيل. لكم فرة واحنا مش واخدين بالنا. فرة؟ اما لو كانت فرة الرجالة هيبقوا العشرة بربع جنيه. ايه يا سلافندي؟ ايه جرى ايه؟ ايه القطاعة دي؟ واقف تتصنت على اتنين نسوان بيفكوا عن نفسهم شوية. امشي روح لحالك. يلا. مين ده؟ ده القاتل يا فندم. اسمك ايه؟ شحتة يا باشا. قتلتها ليه يا شحتة؟ النصيب يا باشا، قتلتها وخلاص. لا لا لا، قتلتها وخلاص دي توصلك لحبل المشنقة، لكن لما تقولي السبب المحكمة بقى تشوف اللي تشوف. يلا عشان عندنا شغل. قتلتها ليه؟ مكتوب على الجبين يا باشا. اتأخرت في أعمال الشارع رحت جايب رقبتها. يا باشا أنا قتلت واعترفت، أظن مالكوش حاجة عندي. إيديا أهي جاهزة للكلبشات، أوزني تاني. إحنا بقى طماعين ونحب نعرف كل حاجة، فمالوش لازمة بقى تتعبنا ونتعبك. سعادتك. امسكه كويس. سعادتك ما تنتظرش مني كلام تاني، وخصوصا هنا ربنا أمر بالستر. يعني ممكن نتكلم في حتة تانية يا شحتة؟ كله بأمر الله يا باشا. ماشي يا شحتة، يلا بينا على الاسم. وسيبونا لوحدينا. اقعد يا شحتة. قتلت الولية ليه يا شحتة؟ شوف يا باشا، أنا عرفت إنك الكبير بتاع المباحث كلها، بس أنت راجل عترة وباين عليك ابن بلد ومتقدر. كلك ذوق يا هندسة. يا باشا أنا راجل ربنا موسع رزقي، والقرش بيجري في إيدي، وعايش مبسوط ومستريح. فضل ونعمة يا شحتة. وشايف طلبات أهل بيتي من كله، تطلب قرش أديها عشرة، لكن عدم اللا مؤاخذة يعني، هي الست ليها إيه عند جوزها غير إن كل طلباتها تكون مستوفية؟ والله عداك العيب يا شحتة، فعلا طلبات الست لازم تكون مستوفية. أهو برضه حتة الصيغة، فستان، فسحة، ده غير بقى الحاجات التانية يا شحتة. أهي الحاجات التانية دي هي اللي خلتني اطير رهبتها. فهمنا اكتر يا شحتة. شوف يا باشا، الحاجات التانية دي انا كنت بعملها كل يوم. كل يوم؟ وشرفك يا باشا انا بقولك الحقيقة، وفي ايام كانت بتحصل صبح وليل.
صبح وليل. لا مصر بخير يا شحتة، مصر بخير. طيب ولما هو صبح وليل قتلتها ليه؟ عشان طماعة. طماعة؟ ما بتقدرش الظروف. قلت امبارح يا سعادة الباشا مش عارف ايه اللي حصل لي بصراحة كده، معرفتش. معرفتش؟ ودي أول مرة تحصل لي. قالت لي لو ما كانش النهاردة يبقى بكرة. قلت لها جرايا وليا وهتمطرطشة بكلام اللي يفور الدم، دم فار. طيرت رقبتها. ومعرفتش ليه يا أخي شحتة؟ ربنا وحده هو اللي يعلم يا باشا، أصلها أول مرة. شحتة أنت متعود تبلبح حاجة قبل اللي معرفتش؟ أبدا يا باشا، أنا كنت شغال بالفول والطعمية، ويوم ما كنت أكل ربع كباب كنت أهد الدنيا. ممكن توصف لي الحالة بالظبط؟ يا حالة ما تتوصفش، عدم لا مؤاخذة يعني، لقيت نفسي مفيش خالص. مفيش. دي مصيبة سودة ومنيلة بستين نيلة يا شحتة. طب يا شحتة ما استنيتش ليه لغاية ما طارد نفسك على دكتور؟ دكتور؟ لا، كله إلا الدكاترة. لسه بدري قوي على ما نشتغل بالحقن والحبوب. وبعدين أنا مش عاوز أفضح نفسي. مش عايز تفضح نفسك ده يا شحتة؟ ده انت فضحتك بقت بجلاجل. معرفتش انت؟ مفيش خالص. بح. انا يتقال لي ما كانش النهارده يبقى بكره. الناس دي حكايتها ايه؟ مش عارف يا فندم، دول ازواج وزوجات كلهم ضاربين بعض ومحدش فيهم عاوز يقول ليه. ضربت جوزك ليه؟ عشان مسكنا في خناق بعض. مسكتوا في خناق بعض ليه؟ من الزهق يا باش. هيكون من ايه يعني؟ اصل الواحد هو زهقان بيعمل اي حاجه. وانت ضربت مراتك ليه؟ يا سعادة الباشا كل راجل من حقه يضرب مراته. ومن حقها تشتكي. ضربتها ليه؟ انت خلاص يا بيه، انا سامحته، اصل اعصابه كانت تعبانه. اعصابه ايه؟ كانت تعبانه. تعبانه ليه؟ من الهم يا باشا، وربنا يكفيك شر الهم. وانت ضربت مين؟ انا ما ضربتش حد. ما ضربتش حد ليه؟ ما عنديش حد اضربه. جات تشهدي مع ابوكي ولا مع عمك؟ انا جايه في شغل صحافه. صحافه؟ انت صحفيه؟ بالظبط كده. انت اتخانقتي مع جوزك ليه؟ كهيت من الحر يا باشا. حر ايه يا ولاد، احنا في عز الشتاء. سخنت تحت اللحاف يا باشا. شوفوا بقى، لا سخونية ولا حر ولا هم ولا زهق. أنا عارف سبب البلوة اللي انتوا فيها. الرجالة معرفوش. الرجالة معرفوش. صح؟ ممكن يا فندم أعرف إيه الحكاية بالظبط؟ لا، زي ما انت شايفها ده خناقات زوجية بتحصل في أي بيت. بس ده مش بيت واحد، دول بيوت. انت جاي ليه؟ انا جاي عشان الراجل اللي قتل مراته. هو لسه راهني التحقيق، مفيش معلومات مؤكده. عن اذنك. مصطفى، عايز تقرير مفصل عن الحاله الامنيه في جميع اقسام القاهره.
خصوصا الخناقات، وبالذات الخناقات اللي بين الازواج والزوجات. انا جاي في السكه عايز الاقيه. واسمه بلاي يا فندم 93 حاله، قصر النيل 88، مصر القديمه 101، لاسباكيه 50، باب الشعريه 42، الشرابيه 16، الويلي 8 حالات. بقيت الاسامه الثانيه يا فندم الحاله تقريبا فيها عاديه جدا. واضح ان الاصابه مركزها هنا وسط البلد. شوف اخبار جيراننا ايه. جيراننا مين يا فندم؟ الجيزه. عايز معلومات عن الدقي وامبابه والعجوزه. حاضر يا فندم. اطلب للباشا مدير في مكتبه شوفه فاضي ولا مشغول. الشاي يا معالي الباشا. درويش انت متجوز؟ ايوه يا معالي الباشا. ساكن فين؟ حلوان يا معالي الباشا. حلوان كويسه قوي، حلوان زي الفل. سيد مدير الامن موجود في مكتبه يا فندم. بتوع الجيزه بيقولوا ان الحاله عاديه، بس انا حاسس يا فندم انهم مخبيين حاجه. يخبوا زي ما هم عايزين، احنا هنعرف الحقيقه بطريقتنا. سيد العميد، سيد العميد، لو سمحت يا فندم، ممكن اخد وقت حضرتك دقيقه واحده؟ عندك العلاقات العامه تقدري تاخدي منهم اللي انت عايزاه. لا، هو انا لازم اكون رئيس تحرير عشان حضرتك تكلمني؟ حضرتك حققت في قضيه رجل الاعمال كريم ابو شادي، هل صحيح انه انتحر لانه لم يوافق قيمه الدخل؟ لا لا لا، ده كل ده كلام فارغ، دي اشاعات. طب حضرتك تفتكر ايه سبب الانتحار؟ لما شاف فاتورة الحساب بتاعت الفرح خد القرار على طول. يا فندم انا بتكلم جد. جد مش جد، الحادثه دي ما تخصش غير صحابها. طيب والثبات بتاع بولاء مش برضه قتل مراته لانه لم يوافق؟ لا لا لا، كلام فارغ فارغ. طيب وحضرتك الرجاله والستات اللي حضرتك استجوبتهم، مش حضرتك قلت انا عرفت السبب ان الرجاله ما عرفوش؟ هو التحقيق لسه شغال ومفيش حقائق مؤكده لغايه دلوقتي. شوف يا قلت لي اسمك ايه؟ سلمى يا فندم. بص يا سلوى. سلمى. سلمى. انا هقول لك على خبر كويس، انت بان عليك بنت ناس وتستاهل كل خير. الجيزه فيها لبش. فيها ايه يا فندم؟ لبش. روحي اسم الدقي، في 85 حاله تسمم، معظمهم عساكر، كانوا من عربيه كشري كانت واقفه قدام الاسم، الدنيا مقلوبه هناك. طب واللي ما عرفوش يا فندم؟ هدفع بقى كلام زي ما اقول. انت رحت البعيد خالص، ده تصور لا يمكن يكون مظبوط ابدا. لا يا فندم، اصل دول جريمتين قتل ومشاجرات متعدده بين الازواج والزوجات، التقرير قدام سيادتك. انا متهيألي انها حاله مرضيه، لازم نكشف عنها علشان يتعمل اللازم اول باول. اول باول ايه؟ يا مجدي في ألف سبب وسبب يخلوا الستات تتخانق مع الرجاله والرجاله تتخانق مع الستات، وبعدين احنا شعب عنده حياء. يعني الكلام في المسائل دي عيب يا مجدي. ايوه يا فندم، بس دي اصلها حوادث حصلت فعلا ومش ممكن تعدي كده. اسمع يا مجدي، انا مش عايزك تستعجل وتتورط، وبعدين يا اخي ما يمكن دي حاجه من عند ربنا، ربنا اراد كده عشان الناس تنهد. كل ثانيه بيتولد 10 عيال، وبتوع تنظيم الاسره عمالين يهاتوا بقالهم سنين وما فيش فايده. طنش. اطنش ازاي يا فندم؟ دي ظاهره رهيبه ادت الى وقوع جرائم. أنا متأكد يا مجدي إن تصورك مش سليم، وحاسبت لك. أنت مش بتقول إن دايرة قصر النيل من ضمن المناطق المصابة؟ 88 حالة يا فندم. أنا بقى ساكن في دايرة قصر النيل، وإمبارح بالليل كنت زي الفل. سيادتك كنت زي الفل ليلة إمبارح. في شوية غازات يا فندم ولا حاجة؟ نعم. غازات. غازات ايه؟ انت شاكك في قدراتي ولا ايه؟ لا يا فندم، سيادتك زي الفل خلاص، يبقى الغلط عندنا احنا بقى. ايوه كده، صلح كلامك. اتفضل يا مجدي شوف شغلك. علي ميه نفس يا فندم. الناس دي بتهزر بقى. يعني ايه الشيخ تغير اقواله؟ مين؟ ده كلام تاني بقى غير اللي قالهولي. طب اسمع، ما تردوش على النيابه دلوقتي، خليها عندك انا جاي. احنا بنلعب؟ ازاي تقول كلام وترجع فيه؟ انت فاكر نفسك فين؟ قاعد على قهوه؟ يا باشا انا صرحتك بالحقيقه، صرحتك انت بس، لكن غيرك لا. انت صرحت البوليس. قلت الحقيقه عشان تفيد العداله. عداله مين يا باشا؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا استجدعتك يا باشا وقلت اللي قلته عشان خاطرك انت بس. سيبونا لوحدينا. اقعد اقعد.
انا مش النيابه اللي هتحقق معاك ولا انا القاضي اللي هيحكم عليك. اعترافك بالحقيقه انت بس المستفيد منه. وهستفيد ايه ان شاء الله؟ المحكمه هتراعي ظروفك واكيد هتاخد حكم مخفف. ملوش لازمه الحكم المخفف ده، بقى جنبك يا باشا. عاوز نقف قدام كل القضاه والمحامين والمتهمين في كل الاواضي واقول اصلي معرفتش، ده انا رقبت كتير ولا انطقها. ولو قلت لك انك انت مش لوحدك اللي حصلت له الحكايه دي. هو في ناس تانيه حصلت لهم اللي حصل لي؟ كتير يا شحته، بس ما قتلوش زيك. في اللي ضرب من غير اصابات، في اللي كسر ضلوع، في اللي طير طقم اسنان. حكايه كده زي ما اكون مرض عابر. والله بقى على ما تثبتوا انه مرض عابر ابقى اقول الحقيقه. ده اخر كلام عندي. سعادتك مش عارف اتصرف مع الناس اللي بره يا فندم. انا عارف ان انتوا مش عايزين تقولوا الحقيقه، خايفين من الفضيحه، وده من حقكم. بس ده ممكن يكون مرض صاب كل الناس ولازم نشوف له علاج. اتكلموا. ساكتين ليه؟ طب يلا اتفضلوا، كل واحد ياخد مراته ويروح. يا باشا ربنا امر بالستر، هي شده وتزول باذن الله، بس عايزه صبر. ما تزعلش نفسك. ربنا يكفيك شر الفضايح يا باشا. أحلى حاجة الواحد يرجع البيت يلاقي ست جميلة. أعتبر ده غزل؟ ما كانش الواحد يغزل مراته، هيغزل مين؟ البيت ساكت ليه؟ فين الولاد؟ الولاد مش هنا. أختي بهير عزمتهم الليلة دي على مسرحية، وهيباتوا بره كمان. وأختك تكلف نفسها كتير ليه؟ كل سنة وأنت طيب يا مجدي، النهاردة عيد جوازنا. أوه شغل المباحث ده بيخلي المخ مفيش. كان لازم آخد أجازة النهاردة. طب وحد حشك؟ النهاردة أصل يوم مشحون، جريمتين قتل، واحدة انتحار والتانية كان مجدي. ولا الخناقات؟ أعلى نسبة خناقات حصلت بين الأزواج والزوجات. خلاص يا مجدي. والسباك ذبح مراته ذبح عشان خاطري يا مجدي. والواد التاني مش عارفين يلموا جثته لغاية دلوقتي. خلاص بقى يا مجدي، ده احنا في مناسبة حلوة. آه صحيح، مناسبة حلوة. آه عيد جوازنا. أحلى الأعياد. أحلى من عيد العمال. واحنا من عيد الشرطة كمان. احنا من عيد الشرطة. مجدي انا محضرة لك الحمام من بدري. حمام؟ الحمام ده احنا هنعمل عمايل بعد الحمام. احلى الاعياد بعد الحمام.
في 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 معلش يا حبيبي، يمكن تكون تعبان من الشغل. شغل ايه؟ ما انا طول عمري بشتغل. لا 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 لا، الشغل ملوش دعوه. طب ايه رايك نلعب شويه، نهزر شويه؟ يا مهزر ازرق، حتى انت، ما احنا بقالنا ساعتين بنهزر وبنلعب. لا 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 لا، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص خلاص يا مجدي، مفيش مشكله، ما كانش النهارده يبقى بكره. هو انا بقى يتقال لي الكلام ده؟ انت اصلك مش عارفه حاجه، انا بس اللي عارف. يا حبيبي ما تكبرش الحكايه كده، الحكايه كبيره من قبل ما ادخل البيت. يا نهار ازرق، حتى المباحث ما عرفتش. الدنيا حار، انا عايز هوا. حر ايه؟ ده احنا في عز البرد. اه صحيح، انا بردان. غطينا يا الهام، غطينا عشان انا بترعش. بترعش انا جامد. هو في ها؟ في مالك همام النهارده؟ مفيش حاجه يا باشا. شكلك مش عاجبني، ضريب بوز على الصبح ليه؟ شرف سعادتك ما في حاجه. ما تحلفش بشرفي كده، انت معرفتش امبارح مش كده؟ هو مفيش حاجه تخفى عليك يا باشا. معلش معلش يا همام، شده وتزول، شده وتزول. سعادتك عرفت منين يا باشا؟ اصل انا كمان. كمان ايه؟ انا كمان اعرف دبه النمله، ولا انت فاكر حاجه؟ انت فاكر حاجه؟ لا يا باشا. سوق، وهكون فاكر حاجه.